السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج زوم من البرامج القوية جدا في إن احنا نعمل اجتماعات أونلاين مع بعض، أو نعمل محاضرة أو نتواصل مع بعض من خلاله. هو برنامج تقدر تستخدمه مجاني بس بيبقى ليه ليميتد، والليميتد معقول 40 دقيقة و100 شخص، ولو أنت اشتريت ممكن المدة تبقى مفتوحة لمدة يوم أو أكتر، وبرضه أكتر من 300 حسب الحاجة اللي أنت هتشتريها. والاكونت تقريبا ب $15 او 15 ل 20 حسب الحاجه اللي انت عايزها، فشايف ان هو سعر معقول يعني. طيب خلينا كده نبص على ده الصفحه بتاعته. لو انت دخلت عليه بتدخل على الحساب بتاعك، اول ما تدوس على الاسم والايميل بتاعك بيبدا يدخلك على البروفايل، بحيث لو انت عايز تحدد صوره معينه، عايز تغير الايميل، عايز تغير اللايسنس، عدد الناس اللي موجوده، كاباسيتي، التاريخ. بعد كده ندخل على الميتنج. لو انت عايز تعمل ميتنج مثلا بكره مثلا، فبتقول له سكادول نيو ميتنج، حدد تاريخ لمحاضره معينه، فبتكتب اسم المحاضره اللي انت عايزها، وليكن مثلا تعليم العربيه، وبعد كده تكتب ديسكريبشن. الديسكريبشن اختياري، انما التوبيك هو اللي اجباري. التاريخ بقى انت عايزه امتى، مثلا يوم الجمعه مثلا، تمام، واليوم وكذا. الديوريشن عايزها قد ايه، تمام، ممكن تختارها مثلا 9 ساعات. حتى لو انت الحساب بتاعك مجاني وهيقعد 40 دقيقه، اختارها اكتر من كده، اختارها 9 ساعات، بحيث يبقى الناس تدخل بنفس اللينك ومتعملش لينك جديد ومتعملش باسورد جديد. الديوريشن قلنا خليها مثلا 9 ساعات، 4 ساعات زي ما انت عايزها، في حاجه 24. عدد الدقايق، التايم زون طبعا حسب الاغلبيه، يعني ممكن تخليها مثلا غالبا في الاجتماع بتاعتنا بنخليها ايجيبت، تمام. الريجستريشن، هل لازم نعمل اللي يكون مسجل وليه حساب ولا لا، هل هيبقى فيه فيديو ولا لا، الصوت هنستخدم تليفون ولا كمبيوتر اوديو، طبعا خليها الاثنين حسب الناس اللي عايزه. الاوبشن انيبل جوين بيفور هوست، ممكن حد يدخل قبل الميعاد، ممكن حد يكون دخل ويتكلم ومفيش مشكله خالص، تمام. ممكن نختار الاختيار ده كويس، ان كل الناس اول ما تدخل يتعمل لها ميوت، الصوت ما يبقاش فيه صوت، من وراء المحاضر بس هو اللي يبقى ليه صوت، تمام. الفقد المصرح ليه هو اللي يدخل، وممكن تحط اكتر من هوست، الترناتيف هوستد بدايل ليك، فده كويس جدا ان انت ترتب لاجتماع بعد كده. في حاجه اسمها ويبينار، بيبقى زوم فيديو بنار، بيديك فرصة للتواصل أكتر، والإيفنت ساعات بتسيبه بقى مفتوح الناس كلها تدخل. الإمكانية التسجيل، تمام، خلي بالك أنت ممكن تسجل بكامتازيا، ممكن تستفاد برضه بإن هو بيسجل لك، ممكن يسجل لك على الكلاود، يعني مش لازم يسجل على الجهاز بتاعك، يعني ممكن تسجل على كلاود ريكوردينج، تمام، ولوكال ريكوردنج طبعا على الجهاز بتاعك. ودي بعض الاعدادات، زي مثلا الهوست فيو، عايز ستارت ميتنج ويز هوست فيو اون او لا، انا افضل ان هو لا، او لو هو عايز اشغل الهوست فيو بشغله. الاوديو تايب، هل هو الاثنين مع بعض ولا تليفون ولا كمبيوتر اوديو. جوين بيفور هوست، كل دي اختيارات تقدر تفعلها. ممكن تفعل موضوع الايميل نوتيفيكيشن، وتبعت للناس ايميلات. طيب في حاجات بقى خاصه باليوزر مانجمنت، هو ممكن تضيف اكتر من شخص، تمام، بتقول له ادي يوزر وتضيف اللي انت عايزه وهكذا. روم، تقدر تدير الغرف اللي هتبقى موجوده، تقدر تضيف روم وتحدد لها توبك معين بحيث الناس تبدا تتكلم فيه، وليكن مثلا بيم اريبيا، وتقدر تضيف لها كالندر. طيب لو انا عايز افتح برنامج زوم اللي انا مسكره، ستارت زوم، طبعا هو مرتبط بالحساب بتاعي، هو تقدر تقول له نيو ميتنج، او تشوف الاسكادول لو في مواعيد موجوده قبل كده، او جوين لو في حد بعت لي
ميتنج ابدا ادخل عليه على طول، شير سكرين اقدر شير سكرين مع الاصدقاء. فده من ضمن البرامج القوية في الفيديو ميتنج. قبل ما انهي الكلام، في لغط او في كلام على موضوع السكيورتي. موضوع السكيورتي اهم حاجة بالنسبة لنا عشان البرنامج يبقى امن، يبقى عندك بارانويا يعني الارتياح في الاخرين. يعني لما حد يبعت ملف اثناء ما انتوا بتعملوا شات ما تفتحوش الا لو هو قال لكم انا اللي بعت الملف دوت. يعني ممكن حد يبعت ملف من فيروس او كده، مش بالسكيورتي العالي في زي بقية البرامج بيمنع حاجة زي كده. يعني لو انت عندك شات وجيت تبعت كراك من خلال الشات بتاع الفيسبوك مثلا، ما بيقبلش الكراك. اي حاجة بشك فيها حاسس انها اكس اي او بتغير في التنفيذ ما بيغيرش. هي الفكرة كلها في كده، تمام؟ فخليك حذر وما تقبلش اي ملفات بتتبعت اثناء الشات ماجورة المصدر او مكتوب فيها كلام بالشو ده اللي احنا فيه. يعني احنا بنشرح مثلا لغة انجليزية وتلاقي واحد بعت لك حاجة خاصة مثلا بفيروس او حاجة خاصة الحق ده فيه ظهر الترقاصة ولا راس ظهر اي حاجة، ابعد عن الحاجات دي خالص.